شرطة الرملة حققت معي بتهمات الاعتداء على بن غفير. الأولى بالشرطة أن تحقق وأن تعتقل بن غفير، هذا الذي ساهم بإشعال الوضع في شهر أيار الأخير، هذا الذي يشعل الوضع في قضية الشيخ جراح منذ يومين، وليس التحقيق معي أنا. أنا قلت بأنني أعتز بأنني وقفت أمام هذا السفيه ومنعت أن يشكل خطرا على حياة الأسير مقداد القواسمي، تصرفت بشكل أخلاقي وصحيح وأعتز بتصرفي.